تمام، يعطيكم العافية. راح نحاول نبدأ اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أشكر عمادة جامعة الملك خالد التعليم الإلكتروني بالتزامن مع مبادرة تعزيز التعلم الرقمي على استضافة هذه الندوة التي أتمنى أن تكون انطلاقة جديدة، كما هو واضح من عنوانها عام جديد وانطلاقة نحو التجديد، والتي يتشرف سفراء مبادرة تعزيز التعلم الرقمي بتقديم بعض الأفكار والتجارب من خلال الميدان التي حاولوا أن ينقلوها لكم بشكل مبسط مختصر، بحيث مع بداية العام الدراسي بإذن الله نحقق الأهداف ويكون عام دراسي مليء بالنجاحات لنا ولطلابنا. راح يكون سير الندوة كما هو واضح، راح نعرف بالمتحدثين وأهداف الورشة، وسوف أكون معكم خلال ساعة كاملة في إدارة هذه الورشة، معكم عضوة مبادرة أو سفيرة مبادرة تعزيز التعلم الرقمي الأستاذة أريج الغامدي، وراح نتعرف على أو نتناقش مع سفراء مبادرة تعزيز التعلم الرقمي، راح نتعرف على فكرة وتجربة الأستاذة منى الرثيع، راح نتعرف علي أيضا على تجربتي، وراح نتعرف على تجربة الأستاذة غريبة المطيري، راح نتعرف على أفكار ومقترحات وتجارب من الأستاذة إيمان عوض، وبنهاية الجلسة راح يكون هناك نقاش مفتوح لأعضاء المبادرة. أي سؤال أو استفسار حول أي جزئية أو تجربة تم تطبيقها راح بإذن الله نحاول أن نجيب على أسئلتكم. أهداف هذه الندوة أو هذه الحلقة النقاشية، هدفنا الأساسي هو خلق الإيجابية لدى المعلمين مع بداية العام الدراسي. نريد أن يكون عام دراسي مليء بالطاقة والإيجابية لنا ولطلابنا، ونحاول أن نعرض بعض الأفكار التي تربط بين جهود المعلم وتطلعات المنشأة التعليمية. نريد أن يكون أي مجهود أو فكرة أو تجربة للمعلم تتناسب مع خطة الوزارة، ومن ثم خطة المنطقة التعليمية، ومن ثم خطة المدرسة. وسوف نطرح بعض الأفكار والتجارب الناجحة التي طبقناها ونريد أن نشارككم بها. في البداية رح نتعرف على تجربة الأستاذة منى محمد الرثيع، وهي اختصاصية مصادر تعلم في الثانوية الثامنة بالرس، حاصلة على ماجستير تقنيات تعليم وعضوة معنا في مبادرة تعزيز التعلم الرقمي، معلم ومدرب مايكروسوفت، خبير وسفيرة شبكة موارد السعودية، حاصلة على المركز الأول في البرنامج الاختصاصية المتميزة لعام 1439، والمركز الأول في فئة الخدمات التعليمية المتميزة على مستوى إدارة تعليم الرس. نرحب فيها، وإن شاء الله بإذن الله سوف نستفيد كثير من أفكار أستاذة منى. حياك الله أستاذة منى، تفضلي معي أستاذة منى. الله يحييك. ليت بس ترفعي صوتك أستاذة منى. السلام عليكم، كذا واضح؟ إيه تمام، بس قربي شوية المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نتقدم بالشكر الجزيل لعماد التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد لإتاحة الفرصة للقاء بكم، وأنا على ثقة بأني أمام همات تربوية ذات خبرة عالية وتجارب ميدانية وكلها تستحق النشر، لكن نحن مجرد أصحاب تجارب أتيحت لنا فرصة لنشرها، تبادل الخبرات معكم زملاء وزميلاتي في الميدان التربوي والتعليمي. كيف أبدأ؟ العمل دائما إذا لم نخطط له في منذ البداية سيستهلك منا طاقة وجهد ووقت، فكما قيل إن قضاء 7 ساعات في التخطيط بأفكار وأهداف واضحة أحسن وأفضل من قضاء 7 أيام دون هدف أو توجيه. ويقول دوايت ليست الخطط بذاتها مهمة، إنما التخطيط هو الأهم. إذا ليس مهم أن أضع خطة، المهم كيف أخطط.
إذا من المهم رسم الأسس والقواعد التي يرتكز عليها المعلم منذ بداية العام الدراسي، وكثير منهم يتساءل كيف أبدأ ومن أين أبدأ. التالي استاذ، هناك مرتكزات ينبغي أن ينطلق منها المعلم. هي هذه المرتكزات تكاملية، كل منها معتمد على الآخر: تحليل البيئة، الاطلاع على الخطة المدرسية والأدلة التعليمية، وكذلك مصفوفة الأولويات أو كما يقال إدارة الوقت، وبناء الخطة الخاصة بالمعلم. سنتطرق لكل منها بإشارة سريعة. التالي. أولاً، تخطيط البيئة أو تحليل البيئة. قبل أن أضع خطتي يجب أن أحلل البيئة اللي أنا فيها، البيئة التعليمية. ومن أبرز النماذج لتحليل البيئة، نموذج معروف والكثير يبني خططه عليه، اللي هو نموذج تحليل السوات. ونموذج تحليل السوات يتكون من يحلل فيه نقاط القوة، نقاط الضعف، والفرص والتهديدات. نقاط القوة ونقاط الضعف عوامل داخلية، والفرص والتهديدات أو المخاطر هذه عوامل خارجية. حقيقة يطول الحديث عنها والمقام لا يتسع لتفاصيلها، لذا وضعت لكم هنا الباركود، وسأرفق رابط شرح مفصل طريقة تحليل سوات. هنا رابط بإمكانك الدخول عليه في وقت لاحق للاطلاع على طريقة تحليل البيئة التعليمية باستخدام نموذج سوات. مصفوفة الأولويات لإدارة الوقت، كل منا له مهام عاجلة وغير عاجلة وغير هامة وإلى آخره. مصفوفة الأولويات لستيفن كوفي هذه تنظم الوقت. فعندنا الهام عاجل، وعندنا هام غير عاجل، وعندنا غير هام عاجل، وغير هام غير عاجل. كذلك أريد أن أدخل في التفاصيل لأنه هذا ليس المقام، لكن الخطة دائما تدور حول مربع الهام وغير العاجل. نضع له جدول زمني وخطة مدروسة. هذه الخطة ترتكز على أهداف، أهداف تجمع بين أهدافي أنا الشخصية وأهداف المنشأة التعليمية اللي أنا أتابع لها. التالي، أو لحظة نحط الرابط، معلش نضع رابط مصفوفة الأولويات لستيفن كوفي، شرح كافي ووافي عنها. بإمكانكم أخذ لقطة شاشة للدخول عن طريق الباركود أو أن تدخل عن طريق الرابط. التالي، الاطلاع على الخطة المدرسية والأدلة التعليمية. حتى لا يضيع وقتي وجهدي، ينبغي أن أبني خطتي أو أعمالي ككل طوال العام الدراسي على أسس قوية وأدلة، يعني أسند أعمالي إلى أهداف وزارية وأهداف المنشأة التعليمية اللي أنا أتابع لها. لماذا ينبغي علي الاطلاع على الخطة المدرسية؟ من الضروري الاطلاع على الخطة التشغيلية للمدرسة وربط بينها وبين خطة المعلم التفصيلية وأهدافه بما يتناسب مع أهداف المنشأة التعليمية أو بعض منها، أي ربط البرامج والمشاريع بخطة المدرسة حتى تتوحد الجهود وتتحقق الأهداف، فالموظف جزء من منظمة متكاملة. التالي، مثال الربط بين خطة التشغيلية المدرسة وبين خطة الخاصة. الآن أنا هنا حتى أنقل تجربة وخطها ونجحت ولله الحمد. سأحاول أن أمر عليها مرور سريع وحتى أوضح أهم المرتكزات أو الأساسيات اللي أنا استند عليها والمخرجات اللي أنا طبعا مدخلات هذا البرنامج ومخرجاته.
تجربتي طبعا لما طلعت على الخطة المدرسية وجدت أن ضعف النطق باللغة الإنجليزية مثلا من ضمن المشكلات في الخطة المدرسية، بالإضافة لهدف آخر اللي هو غرس القيم التربوية وكذلك تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطالبة في المرحلة الثانوية، حيث تم تنفيذ مشروع زملاء الكتاب أو مبادرة زملاء الكتاب بمشاركة معلمات اللغة الإنجليزية بالمدرسة، حيث يتناسب ذلك مع أهدافي في إثراء المكتبة المدرسية وتحفيز الطالبة على القراءة ومراعاة خصائص النمو في هذه المرحلة. يعني أنا الآن جمعت بين مشكلة موجودة في الخطة المدرسية وبين أهداف، المشكلة هي ضعف النطق باللغة الإنجليزية، أهداف الهدف الأول هو غرس القيم التربوية، في هدف ثاني هو تعزيز السلوك الإيجابي، جمعتهم أهدافي الخاصة كاختصاصية مصادر تعلم بأن أثري المكتبة المدرسية، هذا هدف، وكذلك أحث الطالبات على القراءة وأحفزهم عليها وأراعي خصائص النمو في ذلك. فكانت تجربة مبادرة زملاء الكتاب. ما هي مبادرة زملاء الكتاب؟ لها حقيقة أن قبل أن أتطرق إلى آلية تنفيذ برنامج تحسين النطق باللغة الإنجليزية والمتمثل في مبادرة زملاء الكتاب، سأطرح تجربتي. وكانت البداية في كنت في زيارة قمت في إلى معرض القصيم للكتاب في جمادى الثاني من عام 1439، ولفت انتباهي ركن تحت مسمى مبادرة زملاء الكتاب للأستاذة الفاضلة نوال الفهيد، وهي إحدى المبتعثات سابقا ضمن برنامج التطوير المهني النوعي خبرات اللي في عام 1438. هذه المبادرة تم تنفيذها في جدول حصص أسبوعي بمدرسة تسمى مدرسة موريس كودي الابتدائية بمدينة تورونتو الكندية. كانت طبعا هي ضمن مبتعثي خبرات واحد في عام 1438 كما ذكرت. تقول أنني لاحظت طلقة فصاحة طبعا طلاب المدرسة وقدرتهم على تحليل ونقد ما يقرأ لهم أثناء حصص القراءة، وذلك لأن الطلاب هناك كان لديهم درس أسبوعي يعلمون فيه ويتعلمون مع أقرانهم أو ممن يكبرونهم سنا من الطلاب. دون ذلك الدرس في جدول الحصص الأسبوعي تحت مسمى زملاء الكتاب. ينفذ الدرس في المدرسة الكندية كالتالي: في كل غرفة دراسية من غرف المدرسة توفر رفوف تحوي مجموعة كبيرة من القصص التربوية التعليمية. أثناء درس زملاء الكتاب يجمع طلاب الصفوف العليا مع طلاب الصفوف الدنيا. طلاب الصفوف العليا يقرؤون لطلاب الصفوف الدنيا. طبعا الطالب الصغير يختار الكتاب الذي يريد أن يقرأ، قصة مثلا جذبت الصورة أو كذا، فيختار أحد الطلاب الكبار ليقرأ له. طبعا أنا قلت هذه مناسبة، طبعا هم تبع لغتهم الأم. أستاذة نوال طبقتها في مدرستها ابتدائي خاصة بالابتدائي في تعليم الأسياح، طبقتها في المرحلة الابتدائية باللغة العربية، لكن أنا قلت مرحلة ثانوية وعندنا مشكلات ضعف النطق باللغة الإنجليزية، فوظفنا هذه المبادرة وطورناها بحيث تخدم معلمة اللغة الإنجليزية أو تحقق أهداف الخطة المدرسية اللي هو تحسين النطق باللغة الإنجليزية. فعقدنا اجتماعات مع معلمة اللغة الإنجليزية وتناقشنا الفكرة، جمعنا محتوى لأن ما وجدنا محتوى جاهز، لأن كان هدف إذا تذكرون في الشريحة السابقة قلنا أن من ضمن الأهداف هو غرس القيم التربوية، قلنا نبغى قصص قيمة تربوية تغرس قيمة أخلاقية في بناتنا، هذا واحد. برضو تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطالبة، مجرد أن الطالبة تقرأ لزميلتها الضعيفة باللغة الإنجليزية، طبعا الطالبة اللي متقنة بالقراءة باللغة الإنجليزية تعلم الطالبة الضعيفة، وهذا فيه تعزيز ثقة الطالبة، وكذلك المتلقية اللي هي الضعيفة باللغة الإنجليزية تتشجع أنها تجاري زميلتها. أنا بالنسبة لي حققت هدف من أهدافي برضو اللي هو إثراء المكتبة المدرسية. نحن جمعنا سلسلة قصصية بأسماء معلمات اللغة الإنجليزية في المدرسة، قمت بجمعها وتصميمها
وطبعتها طبعة فاخرة وأدرجتها ضمن مكتبة مدرسية. إلى الآن الطالبات طبعا إلى نهاية العام الماضي كانوا يستعرون هذه السلسلة القصصية، يكفي أن عليها أسماء معلماتهم، واختاروا طبعا قيم تربوية. المهم لا أريد أن أطيل، تم طباعتها وفعلا طبقت الفكرة ولاقت نجاح كبير جدا، تحسن ملحوظ. لا تسمق بعض الإحصائيات للأسف، لكن طورنا أيضا الفكرة بحيث أنه أخذنا فسح من وزارة الإعلام وردمك وطباعة أمر طباعة من مكتبة الملك فهد الوطنية. طبعا التنفيذ واضح قدامكم، تكون فريق وعقد اجتماعات وجمع محتوى وتنفيذ الفكرة وقياس تأثيرها من خلال الإحصائيات وتحسن مستوى الطلبات، وهذا أهم شيء. المخرجات التالي استدرج، هذا غلاف السلسلة القصصية على اليمين وعلى اليسار القالب، كيف إخراج القصص بحيث يكون جاذب للطالبات، الشريحة اللي تليها. هذا أيضا أغلفت تقريبا 5 قصص السلسلة. التالي أيضا هذا المحتوى، القصص، وهنا وثيقة فسح من وزارة التعليم والسلسلة القصصية وردمت أمر طباعة من مكتبة الملك، وأيضا هذا صور من البرنامج. إذا أرتكز على أساسيات اللي هو الخطة المدرسية، وطبعا هنا اللي حاب يطلع على السلسلة القصصية كاملة على منصة شمس التعليمية لديه الباركود، بإمكان التمرير القارئ الباركود على الكود التالي. لا أعتمد فقط على الخطة المدرسية، هناك أدلة تعليمية ينبغي الرجوع عليها باستمرار. باستمرار أنت كموظفة سواء معلمة إدارية مشرفة، يجب أن أرجع إلى ميثاق أخلاقية مهنة التعليم، سياسة التعليم في المملكة، دليل التنظيم والإجرائي كأحد الأدلة أو كنماذج من الأدلة التعليمية، بحيث أسند أهدافي إلى مثلا سياسة الفقرة الرابعة مثلا من سياسة التعليم في المملكة، وكذلك في البقية. أعتذر الإطالة، شاكر لكم حسن الصوت والاستماع. يعطيك العافية أستاذة منى، صراحة يعني تجربة ملهمة، وأتمنى بإذن الله أنه جميع المعلمين يستفيدون منها ويستطيعون تطويرها والتواصل مع أستاذة منى ممكن. وأشكر أستاذة منى يعني حرصها على حفظ الإشارة للأستاذة القديرة اللي ألهمتها في هذه الفكرة. نحاول نطرح أكثر من كثير من الأفكار. راح أتحدث أنا أيضاً عن تجربة حاولت بداية العام الدراسي وطبقتها مع طلابي، بأنه تستفيدون منها وبإذن الله تقدروا تطوروها وتضيفوا عليها. زي ما قالت أستاذة منى، وكانت فكرتنا الأساسية أنه التخطيط الجيد هو مفتاح النجاح، فالهدف بدون خطة هو مجرد رغبة. يعني لا بد أن يكون عندي خطة ومن ثم أنتقل إليها حتى أحقق أهدافي. وعشان كذا اقترحت أو طبقت فكرة مع بداية العام الدراسي وجدت جدا لها أثر رائع على طالباتي، وهي سؤالهم: ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أبدأ السؤال هذا بأول حصة، سواء سؤال أتعرف فيه على طالباتي الجديدات وأتعرف فيه على رؤيتهم المستقبلية. ولما أقول رؤية ورسالة، هو ليست مجرد كلمات، الرؤية اللي أنا أبغى طلابي يتحمسون عشان يبدأون يطبقونها هي لوحة الأحلام، أو نسميها Vision Board، وهو فكرة طبقت في أمريكا بحيث أنه الطلاب يبدأون يمثلون أفكارهم، طموحهم، أحلامهم في اللقاء الأول، بحيث بنهاية العام يشوفون إيش الأشياء اللي تم تحقيقها. والنظرية القائمة عليها الفيجن بورد اللي هو أن التمثيل المرئي يولد اتصال قوي بين العقل والجسم. يعني إذا خلينا الطالب يشوف قدامه أهدافه بشكل صور، فإنه هذا يساعد العقل على أنه يركز ويحقق هذه الأهداف. وباختصار الرؤية أو لوحة الرؤية أو الفيجن بورد أو الدريم بورد هي عبارة عن مجموعة من الصور والكلمات.
التي تمثل أنه أشياء يريد الطالب في حياته، وممكن إحنا حتى نطبقها على أنفسنا، أشياء نريد الطالب القيام بها، أشياء يريد الطالب تعلمها، أو حتى أشياء يريد الطالب أن تكون له في المستقبل. شوفوا معي النموذج هذا، وهو نموذج أنه الطالب مثلا يبغى يكون عند grade A أو A plus، أنه يكون دكتور يعني في المستقبل. وليس من الضروري أن تكون الفيجن بورد كلمات، ممكن تكون صور فقط، وممكن تكون عبارات، ممكن تكون حكم، مثل ما يحب الطالب يصممها يصممها. لماذا لوحة الرؤية هذه؟ إيش السبب؟ طبعا أنا طبقت معاهم في البداية، كانت لوحة رؤية ورقية، كان يرسم ويكتبون ويرسمون، ثم بعد ذلك وجدت أنه راح أفضل أنها تكون رقمية، فحولتها إلى بورد رقمي. لماذا؟ لدعم معايير ISTE للطلاب، تساعد الطالب على أن يكون واضح حول ماذا يريد، تجعل أهداف الطالب مرئية، يعني ممكن يحط الصورة هذه بجواله أو على شاشة اللابتوب حقه، نذكر الطالب دائماً بما يريد العمل به أو بما يريد تحقيقه، يحدد لهم اختيار أهدافهم، لازم يكون عند الطالب هدف، إيش الأشياء اللي قاعدين يعملونها حالياً، وبالتالي سوف تقودهم لتحقيق أهدافهم. وأهم شيء أنا أبغى وهو خلق الطاقة الإيجابية والسعادة لدى طالباتي. كثير نسمع من الطلاب نقول ما عنده هدف في الحياة، ما هو داري إيش هدفه، لكن هذه فكرة ممكن تساعد الطلاب على أنهم يضعون أهدافهم بشكل مرئي أمامهم. والخطوة بسيطة جداً، وهي أني أطلب منهم في اللقاء الأول أنهم يتبادلوا أفكارهم حول أهدافهم الشخصية الأكاديمية، وبعد كذا أقدم لهم، أنا أساعدهم في أنه من الأفضل تعملوا كذا، من الأفضل، ويطرحوا أسئلة، كمان أطرح عليهم أسئلة، يعني إيش تتخيل نفسك من نهاية الفصل أو العام أو حتى بعد 20 سنة أو بعد 10 سنوات، ما هي الأشياء التي يؤمنون في تحقيقها؟ مثلا على الأسئلة اللي ممكن نطرحها زي ما هي واضحة أمامنا، ما الشيء الذي أريد أو تريد أن تتعلمه دائما؟ صور نفسك نهاية العام، كيف تبدو، ما الذي أنجزته، ما هو الكتاب الذي تريد أن تقرأه مستقبلا أو الكتب، ما هي المشاكل التي تريد حلها، ما هو الشيء الذي تصارع وتريد التغلب عليه. فهذه أسئلة ممكن نطرحها بحيث ما يبدأوا كده يتخيلوا معايا فكرة. وعلينا نركز يا جماعة أنه لابد أن نساعد طلابي في التفريق بين الأحلام الواقعية وغير الواقعية، يعني أوجههم يعني في شيء غير واقعي، ولكن لا أقمع أحلام طالباتي أو حتى أبنائي، لا أقمعها، أحاول فقط أني أعدل مسارها. الخطوة الثانية أنه كل طالب يستخدم برنامج، وأنا وضعت مجموعة من البرامج، ممكن يستخدم باوربوينت، ممكن يستخدم برنامج البادلت، ممكن يستخدم برنامج أوديو جلستر، في كثير من البرامج اللي ممكن نستخدمها، ممكن تطبيقات على الأجهزة الذكية زي بيك كولاج اللي نصمم فيه الصور والأشكال. فكرتي أنه بعد ما يخلص الطلاب يحطوا كل الطالبات الفيجن بورد حقتهم على رابط تشاركي على البادلت، ونهاية كل أسبوع نستعرض الفيجن بورد لوحدة من الطالبات ونسألهم، أسألهم كذا ما تتوقعوا من هذه الطالبة، فكان هذا جدا محمس لهم أنهم يبدأون يتصورون من الشخصية هذه أو هي لوحة مين هذه الطالبة. هذه الفكرة الأولى اللي أنا أحب كذا أقدمها لكم بداية العام الدراسي. الفكرة الثانية وبحاول أختصرها قدر الإمكان عشان بقية الأخوات يعرضوا، يعني نعرض أكبر قدر ممكن من الأفكار، وهي بناء على تجربتي في خبرات واحد في المدارس الأمريكية، كان عندهم يعني حاولت أني أنقل لمدرستي بعض التجارب اللي حسيت أنها فعلا ممكن تفيد. طبعاً وضعت خطة لتبادل الخبرات داخل المدرسة، ومن خلال فكرة سميتها بناء مجتمع تعلم مهني فعال. كانت خطة المدرسة التشغيلية زي ما شفتوا أنه تبادل الخبرات، إقامة ورش عمل بين المعلمات، وأيضاً خطتي الخاصة أني أنقل خبراتي اللي استفدت منها لمعلماتي داخل المدرسة أو حتى المنطقة التعليمية. فكان عندي فكرة أنه التعلم المهني أو اللي هو Professional Learning Community لابد أن يكون نشط، يعني active، والسبب أنه في كثير من المعلمات المتميزين أو المعلمين المتميزين عندهم قدرات تعليمية، تقنية، أفكار، ولكن لا يتم الاستفادة منها بشكل كبير.
أيضا في بعض المعلمين يكون عندهم أفكار بس ما يحبوا يشاركوا في التدريب أو نقل الخبرات، يعني يحسوا أنه ورش العمل أو التدريب العادي ممل نوعا ما. لذلك هدفت في هذا المشروع إلى أنه ليس هدفي أنه فقط أنقل أو أرفع أداء معلماتنا، ولكن كان هدفي أنه أخلق نوع من التفاعل والتشارك الإيجابي في المدرسة، بحيث أن الجميع يكون أكتف أو يكون نشط. الفكرة باختصار هي عبارة عن استراتيجية أنا شفتها في مجتمع التعلم في الولايات المتحدة الأمريكية في مدارس باتنفيل الأمريكية. كان عندهم ورش عمل نشطة اسمها أو قائمة على مفهوم الـ Unconference، بمعنى أنه ما هي ورشة تقليدية، المعلمين ما في واحد يعرض الدورة حقته وبقية المعلمين متلقين، الجميع في الـ Unconference هو مقدم لفكرة، هو مشارك بفكرة. هذه فكرتها الأساسية. آلية تطبيقها، في البداية شرحت لمعلمات المدرسة فكرة التجربة وعرضت لهم فيديو عن مصور أنا قمت بتصويره في المدرسة لما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، وحبوا الفكرة في نسبة، يعني لابد أن تكون هناك نسبة غير متقبلة لهذه الفكرة في البداية. وبعد كذا أرسلت لهم ورقة أجمع فيها إيش الأفكار اللي تبغوا تشاركوا فيها مع بعض، سواء تقنية، استراتيجية، خطة لمعالجة الضعف إلى آخره. مثل ما أنتم شايفين النموذج اللي أنا عملته، وكل معلمة سجلت اسمها ووضعت الفكرة. هذا نموذج واحد من النماذج. وبعد كذا حددنا يوم من خلال خطة المدرسة التشغيلية يكون عندنا يوم للنمو المهني للمعلمات، سواء بشكل احنا وضعناه كل 3 أسابيع. طبعا قبلها اليوم اللي قبلها طلبت من المعلمات تحديد الجلسة اللي تشوفوها مناسبة وإيش الجلسات التي سوف تعرض، يعني إيش الأفكار. في اليوم اللي راح تقام فيه الجلسة، زي ما انتم شايفين كانت جلسة التعلم النشط او نسميها البروفيشنال ليرنينج او الاكتيف بروفيشنال ليرنينج، كان عبارة عن ساعة، فقسمنا الساعة هذه على جلسات بحسب عدد الجلسات وبحسب عدد المعلمين المشاركين. في البداية كان في مجموعة بسيطة مشاركة، المجموعة اللي ما هي عارفة كيف ايش الشيء اللي راح تبغى تقدمه، كانت فقط هي متفرجة وتستفيد وتاخذ الخبرة. طبعا زي ما قلت ممكن اشبهها بزي ما لما اسوي مجموعات داخل الفصل، وكل مجموعة يكون عندها مشروع او محطة تعلم او عندها مشروع، وبقية الطالبات ياتون لهذه المجموعة او لهذه الطاولة ويبداون يشوفون ايش الافكار اللي عندها. طبعا المجموعة الأولى تجلس وبقية المعلمين يقومون بالالتفاف والدوران بحسب الجلسة اللي شايفينها مناسبة، وكان كأنها يعني شيء رائع، كأنها خلية نحل. بعد كذا ينتهي الجلسة الأولى، ندق الجرس، الجلسة الثانية وتبادل الأدوار. ملاحظين أنه جميع المعلمين طرحوا الأفكار وتبادلوا الأفكار، وبالتالي ما يميز هذا النوع من التعلم والنشط هذا بالنسبة للمعلمين هو الاطلاع على كم هائل من الأفكار، ومن اللي قدمها زملاء لهم في مختلف التخصصات. المعلم بنفسه حتى هو توجه للمحطة أو للمعلم اللي شاف عنده شيء هو يحتاج أنه يعرف عنه أكثر، وفي نفس الوقت اختصر للوقت بحيث أنه أعرض أكثر من فكرة في الجلسة في وقت قياسي ساعة واحدة. أيضاً جميع المعلمين كانوا طرح مواضيع جديدة، والمعلم بنفسه ينتقل من معلم إلى آخر بحسب الوقت اللي هو شايف. وبعد كده قدرنا نستفيد من هذا الجزئية في أنه نعمل خطة تدريب للمدرسة بحسب احتياجات المعلمين، يعني ممكن في أشياء المعلمين ما يدرون عنها، تقنية أو خطة أو طريقة تحضير، وبناء عليها يتعرفوا عليها، والمعلم اللي قدم هذه الفكرة يستطيع أن يقدم بنفسه دورة تدريبية لزملائه. طبعا هذا نموذج، يعني أنا كنت ودي أعرض فيديو بس كان الوقت، كيف المعلمات كانوا يعرضون أفكار كثيرة، تقنيات، أوراق عمل، استراتيجيات، وكان جدا رائع. سويت إحصائية وحبيت أقول لكم أنه ممكن في البداية بتلاقوا يعني مجموعة بسيطة راح تتفاعل معاكم، ولكن أنا متأكدة بنهاية العام راح تلاقوا هم اللي يسألون متى سوف تقام الحلقة أو الورشة
أو الاجتماع إحنا نسميه. في العام الأول كان المعلمين يعني شوفوا عددهم تقريبا في الفصل الأول كان العدد بسيط، ولكن في الفصل الثاني زاد العدد وعدد الجلسات لأن المعلمين زادوا، فعدد الجلسات زاد في الفصل في العام الأول هذا. عدد المعلمين المشاركين حتلاحظوا في الفصل الثاني زاد، وفي العام الثاني تغير ملحوظ، زاد عدد الجلسات وزاد عدد المعلمين المشاركين، وصاروا هم اللي يسألون متى تقام هذه الجلسة ومتى سوف يتم تطبيقها. هذه بعض الأفكار أو فكرتين حبيت أني أشاركها معكم في هذه الجلسة، أتمنى أنها تستفيدوا منها، وفي حال وجود أي استفسار أو سؤال راح يكون بنهاية اللقاء. ننتقل الآن إلى الأستاذة الرائعة، أستاذة غريبة. معنا أستاذة غريبة. أستاذة غريبة تقدر تفتح المايك، هي السلام معلمة. عليكم. هلا وعليكم السلام، راح أعرف فيك أستاذة غريبة، هي معلمة علوم ومدربة في التقنية وتطوير الذات محافظة الرأس، بكالوريوس كيمياء ودبلوم عالي توجيه وإرشاد، ومدربة في التقنية وتطوير الذات، وعضو معنا في مبادرة تعزيز التعلم الرقمي، ومشرفة سابقة في التدريب التربوي. حياك الله أستاذتي الغالية والعزيزة، وتفضلي. حياكم الله جميعا، الصوت واضح؟ اليوم راح أقدم لكم فكرة بسيطة تخدم عملية التعلم، اللي هي فكرة دعونا نتعلم المزيد لنصنع طالبا مفكرا مبدعا. كلنا نعرف أن نحن الآن في ثورة معرفة وعصر متجدد ومشتعل، وهناك عديد من الطرق والاستراتيجيات التي يستطيع المعلم استخدامها في كثير من الاستراتيجيات والطرق لتبسيط المعرفة. فعصر تقديم المعرفة عن طريق التلقين ولا وذهب، لكن هناك سؤال يتبادر للأذهان دوما، هل كل ما يطرح من استراتيجيات وتقنيات تفعل بطريقة صحيحة؟ هل كل البرامج المطروحة الآن والموجودة في وقتنا الحاضر توظف بطريقة فاعلة ومنتجة ومثيرة لتفكير طلابنا؟ لأطرح لكم مثال، كلكم تذكرون استراتيجية الكرسي الساخن، والكثير ما زال يستخدمها. استراتيجية قديمة ظهرت منذ بدايات ظهور التعلم النشط وتطبيقه. هل الجميع يطبقها بالطريقة الصحيحة؟ الكثير ممن طبقها يكون تركيزه على الطالب الذي يجلس على الكرسي، وتبدأ تنهال عليه العديد من الأسئلة ويجيب بغض النظر عن نوعية الأسئلة وكيفيتها، كان التركيز على إجابات الطالب، فنحصل بعد ذلك على مراجعة عامة للدرس فقط لا غير. ولكن لو نريد تفعيلها بشكل صحيح ماذا نفعل؟ هذا هو الذي سنتطرق له اليوم. لو نريد تطبيقها بشكل صحيح لابد أن نركز على نوعية الأسئلة. لا تنتقلين يا أستاذة، خلينا على الشريحة اللي قبل. هل طلابي قادرون؟ لازم يركز المعلم على الأسئلة المطروحة، هل الطلاب قادرون على طرح أسئلة جيدة وبصياغة صحيحة؟ قد لا يهم إجابات الطالب صاحب الكرسي، صحيح لا نهتم أنها تكون صحيحة، ولكن ربما الأهم في ذلك أن نركز على الأسئلة بقدر ما يهم ملاحظتي للأسئلة المطروحة وإعطاء تغذية راجعة فورية. لازم أبني الطلاب بحيث يقدرون يصيغون أسئلة، هنا أكون قد وظفت الاستراتيجية بشكل جيد ونافع. أيضا لو نأتي للتقنية وبرامجها التي لا تعد ولا تحصى وتخدم التعليم، فهناك الكثير من البرامج التي أدى توقيت استخدامها في الدرس لهدر الوقت وعدم استفادة الطلاب منها. لذلك وجب علينا أن نختار بعناية الطرق والاستراتيجيات ونظفها بطريقة مفيدة. انتقل الشريحة الثانية، الشريحة الأخرى. نأتي الآن لاستخدام الواقع المعزز في التعليم وكيفية توظيفه بشكل مميز ومفيد يخدم الطلاب ويساعدهم على بناء شخصياتهم ومواكبة العصر، وأيضا ننمي فيهم مهارات القرن 21 الذي يساعدهم مستقبلا للاندماج في حياتهم الوظيفية بإذن الله. قبل ما نبدأ لازم نعرف ما هو الواقع المعزز. هو دمج وإسقاط للكائنات الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية باستخدام التكنولوجيا. ندمج حاجة افتراضية في بيئتنا الحقيقية. الواقع المعزز الآن يستخدم بشكل كثير في حياتنا وكبير، فمثلا احنا نقدر نستخدم الآن في ديكورات المنازل واختيار الألوان، وأيضا نستخدم في القياس، وقامت كثير من المتاجر الإلكترونية الآن باستخدام الواقع المعزز بحيث تسمح للمشتري بتجربة القطعة التي يريدها. مثلا لو يريد شراء حذاء معين يوجه الكاميرا جواله على قدمه ليرى شكل الحذاء حقيقة وفي واقعه هو. أما في التقنية
وجدت طريقها بشكل سريع. لماذا؟ لأن التعليم يسعى لمواكبة رؤية 2030، ولا بد من التحول الرقمي في عملية التعليم لجعل التعلم أكثر جاذبية وتشويق للطلاب، وهذا ما تحقق في الواقع المعزز بشرط أن نوظفه بطريقة صحيحة وفي المكان الصحيح. فلماذا الواقع المعزز؟ نلاحظ أن الكثير من الطلاب، بل الأغلبية من الطلاب، يمتلك أجهزة للألعاب، وحرص المعلم على تقديم الدروس بطريقة تواكب اهتمام الطلاب ويؤدي إلى تشويقهم وإثارة دافعيتهم. أيضا المحتوى المتحرك في الدروس يجعل الدروس أكثر جاذبية، ويساهم الواقع المعزز أيضا بشكل كبير في عرض أشياء يصعب تخيلها وتصويرها. فهنا نحول دائما المحتوى المجرد والصعب لشيء مفهوم ومستوعب لدى طلابنا. نلاحظ أن الكثير من الكتب وموجود فيها صفحات للإثراء أو للإطلاع والمعرفة، نادرا ما نرى طلاب تستهويهم قراءتها، ولكن لو نستخدم الواقع المعزز فحتما سيحاول الطلاب وسأثير فضولهم لتوجيه كاميرات أجهزتهم على تلك الصفحات ومعرفة المزيد عما تم تعلمه في درس ما. إذا الواقع أستاذة غريبة يعني، نعم. بس عشان الوقت نحاول إن شاء الله. أوكي. إذا انتقل للشريحة اللي بعدها. الشريحة اللي بعدها الله يعافيك. راح نستخدم برنامج It's Be Reveal. مميزاته أنه يقرأ أي جسم، وهو يقوم بدمج الافتراض في الواقع الحقيقي، يقوم بعملية دمج المعلومات الحقيقية بالافتراضية. التطبيق مجاني وسهل، استخداماته كثيرة جدا في التعليم. يستطيع المعلم ربط الصور والمجسمات في واقعهم بمقاطع فيديو وشروحات في العالم الافتراضي. مثلا لو لدي صورة لسطح القمر في كتاب العلوم، أستطيع تحويلها لفيديو مجهز مسبقا لرواد فضاء وهم يسيرون على سطح القمر، فسيكون ممتعا للطلاب أن يوجهوا الكاميرا فتتحول الصورة لفيديو متحرك. الشريحة الأخرى، هنا في باركود لشرح البرنامج لو حابين. ننتقل للسداريج. فكرتنا اللي راح نتكلم عنها بإذن الله يدعونا نتعلم المزيد باستخدام الواقع المعزز لمعرفة مدى حصول تعلم لدى طلابك بعد نهاية الوحدة. يعني الفكرة راح نستخدمها في نهاية كل وحدة أو كل فصل. الهدف من الرحلة الفكرة تعميق المفاهيم لدى الطلاب وبناء بنك معرفي كبير للمعلومات، تقوية مهارات التواصل لدى الطلاب، تدريب الطلبة على مهارات تفكير، صنع قادة، بناء فرق عمل جيدة. طبعاً هذا الهدف من البرنامج، إذن تنمية مهارات القرن 21. نأتي لفكرتنا في توظيف الواقع المعزز في التدريس. نحن الآن ونحن في بداية السنة نبدأ بداية قوية مع طلابنا، ونخبرهم أنه في نهاية كل وحدة أو فصل ستقوم كل مجموعة باختيار صورة من الدروس أو عبارات أو تجربة، وبعدها تقوم المجموعة بصنع محتوى متحرك لها، سواء من تصويره الخاص، يعني يقوم بتجربة معينة ويصورها في البيت، أو تصميمه، يصمم فيديو خاص له، أو بإمكانه أن يستعين بالفيديوهات الموجودة. ثم ترفع المهام في موقع من مواقع الرفع السحابي، ويقوم المعلم بعد ذلك بربطها بالصور عن طريق البرنامج. وفي يوم العرض تشاهد كل المجموعات ما تم عمله من المجموعات جميعا، ونبدأ بعدها بإعطاء تغذية راجعة لهم ومناقشة المحتوى وملاحظات حول ذلك، بطرح أسئلة مثيرة للتفكير ومرتبطة بما صمموه، وتجعل المجموعات مستقبلاً تكون أكثر حرصاً ودقة في أداء مهامهم. الطلاب راح يحسوا بالإنجاز حتى بعد ما راح ينتهوا من صنع الفيديوهات، وبعد ما يشوفونها كواقع معزز راح يروحون للبيت وبيقدمونها لأهليهم، ويوجهون كاميراتهم ويشوفون أعمال جميع المجموعات. فكرة بسيطة وتطبيقها سهل جدا، وتنمي العديد من مهارات القرن 21 لديهم. طبعا هالفكرة تستخدم عن طريق هالبرنامج كثير في من برامج الواقع المعزز، لكن اخترت لكم أسهلها وأبسطها، والبرنامج مجاني وشرحه في البركود اللي سبق وأدرجته.
أتمنى أكون شاكرة لكم. يعطيك العافية. يعطيك العافية أستاذة غريبة، فكرة جميلة وبسيطة، وأتمنى ونتمنى كلنا في مبادرة تعزيز التعلم الرقمي أنه توظف مثل هذه الأفكار. حبيت بس أذكركم بأننا بعد الندوة بإذن الله راح يكون عندنا نقاش على حساب مبادرة تعزيز التعلم الرقمي، مبادرة هاشتاج مبادرة تعزيز التعلم الرقمي هاشتاج باسم الندوة. اطرحوا فيه أفكاركم طبقتوها مع طلابكم، أو حتى أسئلة توجهونها لأعضاء المبادرة. ننتقل إلى الأستاذة الرائعة أستاذة إيمان عوض، وهي حاصلة على بكالوريوس علوم حاسبات ماجستير تقنيات تعليم، مشرفة تدريب تقنيات تعليم في دار التعليم القنفذة، وباحثة في تنقيب البيانات التعليمية، عضو لجنة التحول الرقمي، ومنسقة بوابة المستقبل، وأكيد عضوة مبادرة تعزيز التعلم الرقمي. حياك الله أستاذة إيمان، ومتحمسين أن نبدأ معك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعطيكم العافية جميعا. راح أتكلم عن التحول الرقمي في التعليم، تحديدا عن مبادرة بوابة المستقبل. سأتحدث عن كيفية إنشاء أنشطة إبداعية لنظام إدارة التعلم الإلكتروني بوابة المستقبل. التالي نبدأ بهذه المقولة لجون ديوي: إذا علمنا الطلاب اليوم مثل ما علمنا الطلاب الأمس فنحن نسلب منهم المستقبل. ثالث، طبعاً مبادرة التحول الرقمي في التعليم، نحن نعلم أن التحول الرقمي عبارة عن أحد برامج التحول الرقمي 2020، ومطبق في جميع الوزارات. في وزارة التعليم كانت لدينا أحد المبادرات التحول الرقمي، وهي مبادرة بوابة المستقبل. بوابة المستقبل مبادرة وزارة التعليم للتحول نحو التعلم الرقمي، تشرف عليها شركة تطوير تقنيات التعليم، إضافة إلى الشركات المصممة لنظم إدارة التعلم الإلكتروني مثل كاسيرا وسمارت وي. أستاذة إيمان، بس معليش أرفعي صوتك شوي لو سمحتي. هل تعتبر التكنولوجيا الحل لإعدام المتعلمين القرن 21؟ الصوت واضح أستاذ أريج؟ واضح، أيوه تمام. إذا أدرجنا التكنولوجيا كمستحدث في المؤسسات التعليمية كالمدارس مثلاً، لا تعتبر هي التقنية كحل وحيد قائم لإعداد المتعلمين القرن 21 استجابة لما تطرحه الدول. يجب إعداد المتعلمين بالمهارات التي تؤهلهم للحياة وسوق العمل. التقنية بمفردها هي وسيلة تتكامل مع بقية الجهود البشرية وليست الحل الوحيد. ثالث، الحل أن يكون التعلم نشط في بيئة التعلم الإلكتروني Active Learning and E-Learning. إذا أدخلنا التقنية في المؤسسة التعليمية سيكون المحتوى والمعلومة لم تصبح حكراً على المعلم. بإمكان الطالب أن يصل للمعلومة بشتى الطرق وطرق مختلفة وبنقطة زر للوصول إلى المعلومة، لكن باستخدام التعلم النشط في بيئة التعلم الإلكتروني والذي يحتوي على تحديات مثلا من العالم الحقيقي، مجموعات عبر الإنترنت، أي بمعنى أن يصبح التعلم اجتماعي، تعاون بين المتعلمين، هناك مشاريع لحل مشكلات، مناقشات عبر الإنترنت، مشاركة الخبرات بحيث ينفتح المتعلم على المتعلمين سواء في المجتمع المحلي أو الدولي، التغذية الراجعة بالإنترنت، وجميع هذه المميزات التعلم النشط بإمكان استخدامها عبر بوابة المستقبل. في بيئة التعلم
في بيئة التعلم الإلكتروني التعلم النشط سيكون تعلم اجتماعي يمكن المتعلم من استخدام التكنولوجيا، ومثل ما ذكرت أستاذ أريج وضع الخطط الخاصة بتعلمه وأهدافه، ينمي مهارات القرن 21، مهارات الفرسية، التفكير الناقد، الإبداع، التواصل، التعاون، يشتمل على أنشطة تحقق معايير الجمعية الدولية للمتعلمين الـ ISTE. بكذا نكون تعلم نشط في بيئة التعلم الإلكتروني. بيئة التعلم الإلكتروني مثلها مثل بيئة التعلم التقليدي، ستكون لدينا معارف ومهارات وقيم واتجاهات نريد إكسابها للمتعلمين، ولكن في هذه البيئة سنوظف أدوات نظام بوابة المستقبل لهذا الهدف، بحيث نكون في بيئة تعلم إلكتروني نشطة. وسنعرض في النهاية أحد القصص النجاح في تفعيل الأنشطة الإبداعية عبر بوابة. أفكار الأنشطة الإبداعية عبر بوابة المستقبل من الأفكار التي يمكن استخدامها لتفعيل الأنشطة الإبداعية في بوابة المستقبل. المحتوى سيكون مثل ما ذكرنا، المحتوى متوفر، والطالبة تستطيع أو الطالب يستطيع الوصول إلى هذا المحتوى بدون المعلم أو المعلمة. لكن النقطة المهمة هنا في الموضوع التي هي يعني الحجر الأساس، طالما أن المحتوى أستاذ إيمان بس ارفعي لي صوتك شوي لو سمحتي. طيب صوتك يروح. طالما أن المحتوى متوفر نحتاج إلى الإبداع في تنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين. من الأفكار للأنشطة الإبداعية التي يمكن تنفيذها عبر بوابة المستقبل، إما باستخدام أدوات البوابة أو باستخدام تكامل البوابة مع تطبيقات خارجية، المناقشة الإبداعية تكون لوحة مناقشة تناقش أفكار إبداعية تبدأ بأسئلة مفتوحة تحفز المتعلمين للتفكير خارج الصندوق. لا تكون المناقشة عبارة عن أسئلة مباشرة مرتبطة بالمحتوى. إشراك المتعلمين في تصميم المحتوى، عندما أشرك المتعلمين في تصميم المحتوى أعزز تعلمهم وإمكانية احتفاظهم بالمعلومة على مدى الطويل أو على مستوى الذاكرة طويلة المدى. إشراك المتعلمين في تصميم المحتوى المقصود فيه تصميم المحتوى الرقمي، إنفوغرافيكس، فيديو، صور متحركة ذات انتراكتيف وهكذا. رواية وكتابة القصص حول مشكلة مثلاً معينة مرتبطة بالمحتوى. اختيار أسلوب تقويم ينمي مهارات التفكير الناقد والإبداعي بدلاً من الأسئلة المباشرة وأسئلة الاختيار المتعدد. نحاول اختيار أساليب تقييم تنمي هذه المهارات المطلوب إكسابها للمتعلمين القرن الحادي والعشرين. ثاني قصة نجاح في بوابة المستقبل، هذه أحد قصص النجاح التي قمت تطبيقها في بوابة المستقبل وأخذت المركز الخامس على مستوى المملكة في من بين 20 قصة نجاح. كانت قصة النجاح في هذه البوابة عبارة عن نشاط إبداعي. أستاذة إيمان معليش أزعجتك بس من جد أرفع صوتك لأنه فعلا إحنا نبغى نسمع متحمسين يعني. طيب يعني الحين الصوت واضح؟ الصوت واضح بس يروح يعني أنت بتبعدي عن مايك بس. أها طيب أوكي. هذه قصة النجاح بعنوان عادي، كل ما يقل الصوت نبهيني، ينخفض الصوت نبهيني. استخدام تلعيب التعليم والجيمفيكيشن لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى المتعلمين. في البداية قمت بتحديد المهارات المطلوب إكسابها للمتعلمين، وهي مهارات القرن الحادي والعشرين أو الفورسي، الإبداع، التفكير الناقد و التعاون. ركزنا على هذه الثلاث المهارات. بدأت بتوصيف كل مهارة حسب الحد الأعلى لمقياس تقديرها. كل مهارة مثلا إبداع لها مقياس تقدير، نريد أن نصل أن نرفع مستوى هذه المهارة لدى طالباتنا. فبدأنا بتوصيف كل مهارة حسب الحد الأعلى بحيث أنه أحاول بقدر الإمكان أصل طالبتي إلى هذا الحد. ثم توظيف أدوات البوابة في تصميم أنشطة تنمي هذه المهارات. مهارة الإبداع تقول أن الطالبة تستطيع أن تشارك في إنتاج محتوى جديد، لديها أطلاقة، لديها مهارات الإبداع المختلفة. على حسب التوصيف نصمم أنشطة باستخدام أدوات البوابة.
ثم نحن نعلم أن في الجيمفيكيشن لدينا مهمات أو تحديات، ثم مستويات، ثم شارات على أساس تحفز المتعلمة للوصول إلى المستوى التالي. في حال انطبقت عليها معايير الإبداع في هذا النشاط تأخذ شارة الإبداع، في حال انطبقت عليها مهارة التفكير انتهينا من هذه المهارة نطرح أنشطة جديدة لتنمي التفكير الناقد، انطبقت عليها الحد الأعلى من هذا المهارة تأخذ شارة التفكير الناقد عبر البوابة طبعا، وبنفس الطريقة بالنسبة للتعاون. في النهاية في حال الطالبة حصلت على شارة الإبداع، التفكير الناقد، التعاون، تأخذ تلقائيا شارة طالبة القرن 21 اللي هي شارة طالب بوابة المستقبل طبعا بعد قياس المهارة. كنا بنرسل الشارات للطالبات، والطالبات تلقائيا بتأخذ الشارة وتضيفها في ملف إنجازها في بوابة المستقبل. كانت يعني طريقة جميلة في تحفيز الطالبات للحصول على هذه الشارات وتحفيزهم للاستجابة لهذه الأنشطة والتفاعل مع المعلم. نحن نعلم أنه في بوابة المستقبل لدينا في التفعيل التربوي تفعيل على مستوى المعلمة، تفعيل تربوي على مستوى المعلمة، ثم تفاعل الطالبة مع المعلمة، ثم جودة محتوى المعلمة الإلكتروني. هنا هذه الشارات كانت في عندي شارة التعاون وشارة الإبداع وشارة المفكر الناقد. في حال الطالبة حصلت على الشارات الثلاثة مبدعة متعاونة مفكرة ناقد تأخذ شارة طالبة المستقبل، وجميعها ترسل لها عن طريق حسابها في البوابة. وهنا بعض الطالبات الحاصلات على شارات من نفس من حساباتهم في بوابة المستقبل. أتمنى أنه في هذا العام على بداية التوسع في مشروع بوابة المستقبل أن نرى الكثير من قصص النجاح في المدارس، سواء المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة، وتشاركون بإذن الله قصص نجاحكم في المسابقة اللي بتحصل على بتعقد على مستوى المملكة لقصص النجاح الخاصة في تفعيل بوابة المستقبل. شاكرة لكم استماعكم. يعطيك العافية أستاذة إيمان، جميلة، أفكار جميلة، وصراحة استمتعت، ولأنه إحنا هذه السنة نطبق يعني من العام إحنا مطبقين بوابة المستقبل، لكن راح يبدأ تطبيقها بشكل فعلي داخل المدرسة. في الحقيقة كان عندنا توجه أو توجه العام هو الاستفادة من بوابة المستقبل كأداة فاعلة للتحول الرقمي، وليست فقط أنه فقط الطالب يستخدم يدخل على المنصة فقط. يعني نقلتينا تجربة كيف أنا أوجه الطالب لأن يكون طالب القرن 21. شكرا لك أستاذة إيمان، دائما نحن مستمتعين دائما بنقاشاتك، وأنا شخصيا حضورنا الكريم الله يعطيك حضورنا الكريم. إذا فيه أي نقطة من النقاط، ومرة ثانية أذكركم بأنه عندنا هاشتاغين اثنين راح نتناقش فيه على حساب مبادرة تعزيز التعلم الرقمي، هاشتاغ مبادرة تعزيز التعلم الرقمي، وهاشتاغ اللي هو عام جديد وانطلاقة نحو التجديد. شاركونا فيه أفكاركم الجديدة لبداية العام الدراسي، وأي سؤال حابين توجهوه لأي عضو من أعضاء مبادرة تعزيز التعلم الرقمي ممكن تكتبوه في الشاتينج. أوكي، ممكن تكتبوه في الشاتينج. أوكي أستاذة سارة، أستاذة سارة ممكن تكتبي سؤالك. وكمان نقطة ثانية أحب أوضحها، في حال أي عضو، في حال أي واحد من الحضور وجد في نفسه إنه عنده فكرة جميلة وحاب يشاركها، نعتز نحن في مبادرة تعزيز التعلم الرقمي بأنه يكون ضيف على منصة أو ندوة مبادرة تعزيز التعلم الرقمي. إذا عندكم استفسار أو سؤال لأي عضو من الأعضاء تقدروا تكتبوا السؤال في الشاتينج، ومعنا دقيقتين. وإحنا زي ما قلت لأنه إحنا حابين نعرض أفكار كثيرة ممكن ما سعفنا الوقت إننا نتناقش معاكم فيها. إحنا في زي ما قلت في على حساب المبادرة تقدروا تعرضوا أفكاركم وتناقشوا. أيوة يا أستاذة إيمان. أيوة
السؤال، هل أنت شايف الأسئلة؟ هل الندوة مسجلة؟ أيوة مسجلة الندوة. بعد كذا سيتم رفع رابطها في حساب، أيوة في حساب المبادرة. بالنسبة للسؤال كان خاص، هل في أسئلة كثيرة كانت واردة أنه هل هناك شهادات للحضور؟ نحن نطمح أنه يكون أي أحد يحضر معنا يكون في شهادة من المبادرة، ولكن هدفنا إحنا في مبادرة تعزيز التعلم الرقمي هو نقل أفكار وتجارب قابلة للتطبيق، وبإذن الله على المدى البعيد راح يكون في تطور وتطوير لآلية المبادرة. أستاذة منى معنا؟ أستاذة غريبة؟ في سؤال، هل التعليم الرقمي يحتاج إلى آلية لتحقيق الاتصال الفوري بين الطلاب والأساتذة؟ التعلم الرقمي، إحنا قلنا أن التعلم الرقمي وطبيعته تعلم اجتماعي، تعلم سوشيال، يعني غير أنه اجتماعي يتجاوز حدود المكان والزمان، يعني لا يقتصر على الحصة الدراسية وانتهائها وجرس الحصة الدراسية ولا بفصول التعلم. فالاتصال الفوري بين الطلاب والأساتذة أكيد هيكون مقنن ولكن طبيعي، لأنه أساساً اجتماعي، فبتلاقي أساساً حتى الأدوات اللي أنت بتستخدمها بوقت المستقبل ما تتوجه لطالب محدد فقط، ممكن يعني النقاشات تصير مفتوحة ما بين المعلم وبين الطلاب، فالاتصال موجود موجود. إحنا نسعى لتمكين الطلاب للاتصال العالمي والدولي، وانتم شايفين انه في صايرة اختبارات دولية، يعني الطالب عندنا ما يحقق معايير خاصة في دولتنا احنا فقط، لا صار الطالب يقارن بطلاب الدول الاخرى، يعني معايير عالمية، ما صار لم تصبح معايير خاصة بفقط المملكة، هو طالب عالمي، المواطن العالمي او الطالب العالمي. فالاتصال ممكن يكون، يعني احنا نطمح انه يتجاوز المحلية الى الدولية. اوكي مداخلة بس، بالنسبة للدورة هل لها شهادة أو الندوة لها شهادة حضور، بإمكانكم أخذ لقطة شاشة مثلا مع اسمكم كحاضرين، هذا بحد ذاته يعتبر صح توثيق حضور، توثيق الحضور ممكن يكون بالطريقة هذه، يعني بإمكاننا نستخدم كذا طريقة، شهادة بحد ذاتها يعني صحيح انها تثبت حضورك، لكن برضو لقطة شاشة فيها اسمك، مشاركة لك، سؤال فوق اسمك كذا يعني، فهذا يدرج ضمن ملف الانجاز، واي نشاط انت او انتم تقومون فيه يدرج ضمن ملف الانجاز بعد تاريخه وختمه حتى يصبح رسمي. إذا في أي سؤال، شكرا لكم، يعطيكم العافية، إبداعنا بتواجدكم للأمانة، يعني إحنا نسعد إنه يكون عندنا حضور متجاوبين متفاعلين معنا. في سؤال كان بالنسبة لإرسال المحاضرة، راح نحاول نحول العرض، يعني نرسله على العرض، إحنا هو أصلا لكم ومنكم، فراح نرسله إن شاء الله ونضعه على حساب المبادرة بإذن الله، بإذن الله. شكرا لكم، راح ننهي اللقاء، استمتعنا بوجودكم، وشكرا لزميلاتي عضوات وسفيرات مبادرة تعزيز التعلم الرقمي، شكرا لكم.